بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة ضيف عزيز مشرفنا من تونس الشقيقة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. الحمد لله على السلامة. في البداية بس كده حابين نسأل حضرتك سؤالين خفاف. حضرتك عرفت عننا إزاي؟ من الإنترنت يا دكتور، سمعت عنك باليوتيوب. في اليوتيوب؟ قريت عنك شوي. تمام. طيب وإيه رأيك في المكان والتجهيز حتى الآن؟ لحد الآن كويس الحمد لله. تمام good so far. تمام. احنا النهارده معانا حاله بيعاني من تثدي على الناحيه اليمين من الدرجه الثالثه، على الناحيه الشمال من الدرجه الرابعه. بدي ان شاء الله نعمل قص جلد على الناحيه الشمال هنا. تمام. والناحيه اليمين هنشتغلها بالشكل التقليدي او بالشكل الكلاسيكي. تابعونا كده واحنا ماشيين بالعمليه خطوه خطوه لحد ما نوصل للشكل النهائي عامل ازاي. رجعنا لكم تاني. احنا دلوقتي في خطوة تفتيت الدهون وشفطها عن طريق جهاز المايكرو اير ده، البروب بتاعنا هو اللي احنا شغالين بيه. الصوت اللي احنا سامعينه ده صوت الذبذبات اللي بتطلع من الجهاز اللي عن طريقها بنكسر الدهون تماما وبنشفطها وبنحفز الخلايا اللي موجودة في الجلد انها تفرز لنا مادة الكولاجين، وبالتالي بيشد الجلد بشكل اعلى بكتير من الشفط اليدوي، وكمان بيساوي لنا الدهون تماما اللي تحت الجلد، فالمريض ما بيحسش بارتفاعات وانخفاضات وان في اماكن عاليه وان في اماكن واطيه. ان شاء الله هنرجع لكم تاني بكمان فيديو لما نخلص عمليه الشفط تماما واحنا بنطلع الغدد. تابعونا. رجعنا لكم تاني. احنا خلاص خلصنا شفط من الناحيه اليمين، شفطنا المنطقه اللي تحت الابط من هنا، نقدر نشوف سمك الجلد. بقى الجلد رقيق جدا، لسه في عندنا بروز هنا اهو، ده المكان اللي فيه الغده اللبنيه اللي موجوده تحت الهاله البنيه وتحت الحلمه، كتله صلبه قادر امسكها بايدي، في حين ان هنا المكان اللي فيه الدهون بقى سمك الجلد فيه رقيق جدا. الناحيه الشمال لسه ما عملناش فيها حاجه خالص، لسه زي ما انتم شايفين سمك الجلد فيها تخين جدا لان لسه ما شفناش منها دهون ولسه فيه الكتله الصلبه اللي تحت الهاله البنيه. هنشفط الناحيه الشمال ونفتح في الحالتين، هنا نشفط من الهاله البنيه على الناحيه الشمال ومن هنا من الهاله البنيه اللي على الناحيه اليمين. هنرجع لكم ان شاء الله بفيديو اخير، تابعونا. احنا الحمد لله خلاص خلصنا الحاله وده الشكل النهائي بتاعنا. الصدر بقى مفرود تماما الحمد لله، سمك الجلد بقى رقيق جدا، شفطنا الدهون اللي تحت الابط تماما. ده الجرح بتاعنا، خياطة تجميلية على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. ده المستوى بتاعنا الحمد لله كويس جدا. هنا دي الغدد اللبنية اللي استخرجناها من الحالة على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. دي كمية الدهون اللي شفطناها، شفطنا تقريبا 1900 مللي، يعني تقريبا 2 كيلو دهون. ده كان حالتنا اللي شرفنا من تونس الشقيقة. أتمنى إن الحالة تكون عجبتكم وأشوفكم على خير.